يوسف منصور اتحاد المحلي في لاحة صيد البحر بمشبع باف. اليوم احنا نقيم في الموسم الفلاحي تقريبا، وتعرفوا مشبع عباس هي رائدة في الفستق، ونزيد عليها الحبوب والأشجار المثمرة والزيتين واللوز وإلى غير ذلك، والطماطم. كي نجيو نتحدثوا على الفستق، السنة السابقة ناقصة مقارنة بعام الأول تقريبا ثلث السابقة نتاع عام الأول. عام الأول عندنا في حدود 1100 طن، السنة عندنا تقريبا 800 فقط. اللوز الحقيقة تقريبا يكاد يكون اقل من نصف الصابة نتاع المناول. الحبوب السنة اللي عندنا قرابة ال 500 هكتار، واللي حصدناها بالماكينة لانه عندنا اشكاليات الحقيقة في آلات الحصاد، وتأخرت علينا الناس حصدت بيديها، وثم اللي ما اودعش الصابة نتاعه في ديوان الحبوب. عندنا معدل تقريبا اخر مرة حصدنا 275 هكتار بمعدل 4 طن في الهكتار الواحد، وصلنا رقم قياسي تقريبا 81 طن في الهكتار. مشبع عباس السنة واصلة تقريبا 500 هكتار في الحبوب مقارنة ب 130 عام ناول. كانت تجربة رائدة ولكن شابتها الكثير من الصعوبات، سواء في التزود باللامونيتر كنا حكينا على هذا، والأدوية وكذا، ولكن المشكلة زادت في الأخير، ولت مشكلة آلات الحصاد، وما هيش ما لقيناش كيفاش نجيبوا آلات حصاد، وكان كي تم التلاعب وتم العديد من برشا بيرت في الصابة. زدت على ذلك الجفاف. الحقيقة أنا مانيش مش مانيش متفائل، ولكن ربما متخوف من أنه يصير عزوف السنة القادمة على زراعة الحبوب نظرا للإشكاليات، لأنه ظهر القمح ما يخلصش الحقيقة الفلاح ما يخلصوش، لأنه إذا كان يبدا عنده 7 أو 8 شهور يدبر مليون في القنطار، وهم ياخذ مليون ونص عليه ما قرض موسمي، ثم مشكلة. ثم الطماطم السنة عندنا أكثر من 100 هكتار طماطم، وصلنا حتى ل 140 طن في الهكتار. ولو اني انا في من موقعي مانيش فرحان انه الفلاح يزرع طماطم، يعني استنزاف الماء، ولكن في تعويض لانه الفلاح وكان يلقى في القمح الفائده ما كانش يزرع طماطم الحقيقه. هذا رو اشكاليات لابد ان ناخذ، بالاضافه الى التغير المناخي، تعرفوا الامطار ماهيش قاعده تصب، والزيتون السنه السابقه ناقصه زاده، لانه حتى الامراض ياسر الزيتون يطيح التو، معناها تو الكعب قاعد يطيح بتاع الزيتون اللي هي ما صارتش قبل. الكرم الكروم معناها مساحات شاسعه يبست الكيكه تشرب في الماء ويبست، لانه امراض. مشكلتنا في اليد العامله المختصه، ورانا كنا قبل في زياره وزير الشؤون التشغيل التكوين المهني والتشغيل، تحدثنا عن اليد العامله المختصه اللي هي ساعدنا الحقيقه في فض العديد من الاشكاليات. ان شاء الله ان شاء الله يتغير الطقس، وان شاء الله ربي يغيثنا بالمطر، وان شاء الله يكون العام الجاي خير على المستوى المحصول. ولكن السنه مقارنه بعام الاول تطور جيد، وان شاء الله ربي يغيثنا وكو. بالنسبة لصابة الفستق وصابة اللوز، قلنا انه فما تراجع على مستوى صابة الفستق وصابة اللوز اللي هي قديش تقريبا صابة اللوز السنة وصابة الفستق، وشنو هو معناها الأسباب اللي تخلي صابة الفستق واللوز والإنتاج معناها يتراجع؟ بالنسبة لصابة الفستق انا كنت نحكي لك، قلت لك تقريبا 800 طن، كانت عندنا 1100 عم ناوي. الفستق هاو نقول لك العام الجاي ان شاء الله يكون رقم قياسي ان شاء الله، لان غلت العام الجاي ماك تعرف الناس بتفهم في الواعد. العام الجاي غلت، العام الجاي موجودة، العام الجاي ان شاء الله الفستق يكون وين برشا. اللوز الحقيقة مازالت ما عندناش الاحصائيات الدقيقة، ولكن تراجع كبير، لانه اصلا حتى المساحات تم ابتلاع الاشجار برشا مساحات، لانه اللوز يموت والله امراض، معناها اللوز اللي تبدا تشرب ولا بس عليها تصبح في يابسه، امراض ما يجينا لهاش، معناها انا قاعدين جماعه خليه الارشاد الفلاحي يعاينوا فيها. الفستق كيف كيف، ثم تيبس في الاشجار، تيبس ظاهره التيبس هذه. الزيتون ريح حراره الطقس، لانه نور، وفي الشتاء جوا ايامات تاع سخانه، الايامات نقولوا احنا قرت العزاره
معروفة راهي تبين العام. من جيت القرة هذيك سخونة ما صاي العام مشي على روحه. بالنسبة للزيتون النوار كل طاح، اللي شد يشرب في الماء، ولكن سخانة ياسر الحقيقة. شنا ضربت الصعب.